صدقك الفقر انها ظاهره مهمه باش كنهضروا عليها وخصنا نهضروا عليها اكثر، لان جائحه ديال كورونا من بين النقاط اللي بينات هي اننا الفقر ليس شي حاجه اللي عابره في المغرب، بل يحتاج الى دراسه معمقه باش نوقفوا عليها. لان فاش جائحه ديال كورونا لقينا تقريبا 5,800,000 عائله محتاجه للدعم، بمعنى اخر 24 مليون مغربي محتاجين للدعم. الى خدينا فقط هذا الرقم ونتبعوا التطور ديالو، فاش بدا الرامير كيتصاوب 2002 2003 كما كنهضروا على 4 مليون، 2012 رئيس الدوله فاش هضر على التعميم ديال الرامير على كاع المناطق خارج لا زون ديلو هضر على 12 مليون مستفيد. فاذا بينا فاش دزنا من 2012 ل 2021 كنلقاو 24 مليون مغربي محتاجين للدعم، هذوك الفقراء الضعف. من بعد جيت خير دوزوني على بعض النقط باش تبان لنا. فبالنسبه للوضعيه الاجتماعيه في المغرب، عندنا 60% ديال الساكنه المغربيه لا تتوفر على الحمايه الاجتماعيه، 76% من الناس اللي لحقوا لسن التقاعد ما عندهم حتى معاش. نهضروا على حقوق الانسان والكرامه ديال الانسان، فيمكن تصوروا هاد 76% ديال الساكنه اللي لحقات فات 60 عام وما عندها حتى شي دخل. فيما يتعلق بالعداله المجاليه، 73% من المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتواجدون في ثلاث جهات، الرباط، دار قنيطره الرباط، دار البيضاء وطنجه. قنيطره وطنجه فقط لان كاينه لا زون فرونش، يعني كون ما كانش لا زون فرونش غتبقى الدار البيضاء وحده. كذلك وهذا رقم مهم، لان دابا كيهضروا لنا على الحمايه الاجتماعيه وهذا، ففتح قوس وسدوا بزربه المشروع ديال الحمايه الاجتماعيه تتعرف على الحكومه ماشي ديال الحكومه. علاش؟ لان الاتحاد الاوروبي هو اللي كيحاول يحرك هذا الملف، لذلك حتى الوزير ماشي هو اللي كيهضر فيها، المسؤول على الحمايه الاجتماعيه في المغرب واحد الفرنسي سميتو جاي فاليل، ولكن دابا هو اللي كيشد هذا الدوسي خدام به. علاش؟ لان الاتحاد الاوروبي عطي دعم ديال 100 مليون اورو، كنظن فرنسا السيمانه اللي فاتت هي زادت شي 20 مليون اورو، ولكن هذا الفرنسي هو اللي مشرف على العمليه كامله. وحتى الهضره اللي تيقولنا ديال 100% و70% اخر تصريح ديالو هو واحد 10 ايام عند القنوات الفرنسيه، قال لك من هنا ثلاث سنين يعني في الرساله المهمه ديالو يلا غتلحق التغطيه 60% فقط. 100% داكشي ما ديما هو اللي كيصرف هو اللي كي فاش كنزيدو نزوميو مثلا اكثر على الوضعيه ديال بعض الفئات الهشه، كنلقاو مثلا الاشخاص في وضعيه اعاقه يلا 19% اللي عندهم حمايه اجتماعيه، 81% بدون اي حمايه. فيما يتعلق دائما عندنا ناخذ المحور ديال الصحه وندوز دغيا فيما يتعلق بالصحه، ما غاديش نهضر على كوفيد، نهضر على الصحه ككل. الاشكالات الكبيره اللي كاينه فيها هي ما يسمى اوت اوف بوكيت، او ما تصرفه الاسر من جيبها هي على المنظومه الصحيه. الارقام اللي كاينه عندي هي ان في سنه 2017 ما تم صرفه في قطاع الصحه ككل تقريبا 64 مليار درهم. من وسط 64 مليار درهم الاسر المغربيه خلصت 33 مليار اللي خلصت، هو رقم كبير جدا. في حين يعني فاش كنجيو للنسب، يعني تقريبا الاسر كتخلص من جيبها على الصحه تقريبا 56% من ما ينفق على الصحه. ندير مقارنه مع بعض الدول، مثلا الجزائر 16%، تونس 37%، النيجر 34%، طوكو 38%، موريتانيا 34%. مع العلم ان منظمه الصحه العالميه كتقول لك على ان ما يجب ان تصرفه الاسر ما خشوش يتجاوز 20%، حنا ديجا 56%. علاش؟ لان المنظومه ككل باش نقسموا الصرف ديالها كنلقاو على ان الاسر قلت 56%، الضرائب يلاه 21%، في حين على ان دوله مثلا حتى الدول الليبراليه بحال انجلترا ما يصرف من الضرائب على قطاع الصحه كيوصل 85%. التغطية الطبية 20.3، أرباب العمل 1.8، التعاون الدولي 0.4%. إذا الأسر هي اللي باقي كتحمل الجزء الأكبر، هذا الجزء الأكبر ما ناخذوش في لو سونس ديال لي مالادي ليجي، ولكن في لي باثولوجي لول نعطيهم جوج ديال الأرقام فقط. مثلا في الكونسير ديال الكول دو ليديريس التكلفة ديالو تقريبا 31164 درهم فاصلة 40، حسب الحساب اللي حسبنا في الجمعية من أول كونسلتاسيون حتى الأخر ديال لاكو. بالنسبه للكونسير ديال بومو 35000 درهم و364، كونسير ديال لوسان 27000 درهم و935.
فيمكن تصوروا العائلات اللي ما عندهاش تغطيه صحيه والدوله متخليه عليها كيفاش غتواجه هذه المصاريف، مع العلم لان هذه المصاريف تقريبا الادويه كتمثل ما بين 60 و 65% الادويه. غادي نعطي جوج الامثله فقط جو باس باش يبان لكم الفرق على ان السياسه الحكومه كغاده في مجال السياسه الدوائيه. غادي نعطي جوج ديال الادويه فقط، جو دون زاريكس 150 ملي غرام، هذا لا كنوب شحال هذه كتعمل في الفارماسي ديالها، كان هو كيشري كيدير لي زابيطوف كيشري، والوزاره الصحه هي كتشري اون بارتي، ولا فارماسي ديال لا كنوب سدات ولا كنوب ولا كنوب. فهاد الدواء كانت لا فارماسي ديال لا كنوب ولا كنوب كانت تشري ب 225 درهم. وزارة الصحة هادو إحصائيات ديال 2016 اللي ساعة كانت لا فارماسي ديال لا كنوب. وزارة الصحة فاش دارت لابيطوف شريتو ب 190 درهم. دابا إلا مشيتي بغيتي تشري كيدير 1040 درهم. دوسي تاكسي كتربح، كان لا كنوبس كتشري ب 800 درهم، وزارة الصحة في لابيل دوفر اللي دارت 2018 شريته ب 290 درهم، دابا في لي فارماسي كيدير 3386 درهم، مع العلم على نفس الموليكول في الهند كدير 640 درهم. إذا هذا هو الوضع ديال الصحة، والمشكل اللي كاين حتى فاش يهضروا لنا على الحماية الاجتماعية، واحد السلايد عندي وجود باس، العرض يمكن نخليه للرفاق في الحزب الشراكي الموحد اللي باغي يبارطاجي هذا، مرتبط بالسيكتور توجور دو لا سونتي، لأن كيهضروا على الحماية الاجتماعية وغادي نديروا وغادي نديروا. فهاد العام 2021 أكتوبر 2021 وزارة الصحة حلت دي بوست ديال ميدسان جينيراليست، وكانت بالفعل كارثة ما كاع المقاييس ديال حتى واحد باغي يخدم مع الدوله في الصحه. علاش؟ ديال لي صالير. فمثلا الجهه ديال اكادير حلت 32 بوست التحقوا السبعه، الجهه ديال الداخله حلت 4 دي بوست زيرو، الجهه ديال مراكش 30 بوست مشاو 3، الجهه ديال وجده 10 دي بوست مشاو 5، الرشيديه 25 بوست مشاو 2. هادو اللي مشاو دوزو الامتحان واش غيلتحقوا ولا لا سي اوتر شوز. في لو توتال لي بوست اللي كانوا 177 بوست، اللي التحقوا اللي دوزوا الامتحان 65، وصل 65 شحال ما غادي يلتحق؟ يمكن حتى النص ما غيلتحقش. اذا هذا الوضع ديال الصحه فيما يتعلق بالتعليم، ربما خالد غادي يمكن يهضر فيه اكثر مني، ولكن غنعطي مؤشر واحد حول متوسط هذه السنوات تندرس في الدول ديال المنطقه ديال شمال افريقيا والشرق الاوسط. المغرب هو الاول الدولي خمس سنوات، مصر 7.1، تونس 7.1، الأردن 10.1، الجزائر 7.8، لوسي دو تقريبا 11.9 هو المعدل الدولي اللي كيهضروا عليه. إذا بالنسبة لنا الوضع ديالنا اللي كيبقى مورانا يلاه يلاه جزر القمر 4.8، موريتانيا 4.3، والسودان 4. من خمس سنوات فيما يتعلق قبيله هضرت على النسبه ديال، لا نهضروا دائما على التعليم فيما يتعلق، لان كاين واحد الدراسه كانت دارت كان تقرير ديال اوكسفورد حول الفقر متعدد الابعاد، ومن بين لي شوز اللي كان طريطه كنهضر على التعليم، وكان الوضعيه ديال المغرب حول المحرومين من التعليم من السنوات الدراسيه كامله في المغرب عندنا 14.54%، العراق الحرب وكل شيء 6.96، سوريا 3.69، مصر 2.83، فلسطين 0.11 للمحرومين من التعليم، مقابل المغرب 14.54. فيما يتعلق بالفقر ما غاديش نهضروا على سميتو، نهضروا على الاطفال، لان بعض المرات الاطفال فئه العشاء في الاسره كتبان فيها اكثر. فمثلا الا خدينا لوكا ديال الفقر عند الاطفال، الفقر عند الاطفال المدقع داخل الاسر الفقيره 24 مليون اللي كنهضروا كنلقاو النسبه ديالهم 23.8. هاد الاسر اللي كنهضروا على الفقر المدقع النسبه ديالهم 24.8%، ولكن باش كنزوموا على الاطفال كنلقاو 23.9% ديال وسط الاسر ديال الاطفال يعانون الفقر المدقع. الا جيت نعطي ديال الوزن وهذا ما غاديش نساليو. اذا هاد الوضعيه ديال الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه زادت مع كورونا، لان
فاش كنهضروا على كورونا ضمن بين لي زافونتاج ديالها هي دارت ان سكالير للبلاد. مجموعه ديال الحوايج اللي كانت مخبيه فاش جات كورونا دارت الصف من ضمنها الفقر ومن ضمنها حتى التدبير القانوني ديال البلاد. كنا مثلا حتى دابا كنهضروا على شي حاجه سميتها الرسوم القانون شي حاجه وكنهضروا ماشي تبين تخليل نحكموا بالبلاغات. البلاغات غير موجوده مثلا داخل الجمعيه فاش كنا غادي نرفعوا دعوه على قبل الالزاميه ديال التوقيع ما لقيناش وثيقه اللي غنبنيو عليها نمشيو نطعنوا فيها. ورسمنا الامانه العامه للحكومه تنقول لها عطينا غير ذاك البلاغ بشكل رسمي باش نمشيو ندعيو. ما عطاوش لينا. وكاخر مؤشر اللي كان دائما في حريه الصحافه 2021 ترتيب ديال المغرب من اصل 180 دوله ومن ديكراسي 136. اذا هاد 136 راه سنين هادي حنا شادين 135 136 137. اذا الخلاصه ديال القول ان ما كاينش هناك رده حقوقيه بل هناك وضع حقوقي مهزوم ومره كيمكن يطلع شويه ويهرب. هاد الازمه ديال الحقوقيه تنعكس على مجموعه ديال المجالات الاخرى او هي مراه تعكيس وضعيه ديال الازمه السياسيه اللي كاع في المغرب. لان مثلا فاش كنهضروا على الازمه ديال الحكم في المغرب فما عندناش مثلا الفيزيبيليتي ديال من 10 سنين في المغرب شنو غايدير. إذا رجعنا مثلا فقط للخطابات ديال رئيس الدولة، مرة كنهضروا على إفريقيا، مرة على المنطقة ديال شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مرة المنطقة المغاربية، إذا ما كايناش الاستراتيجي بريكلا ديال البلاد فين غادي من هنا 10 سنين. كاين عندنا أزمة، هذه الأزمة ديال الحكم ولا التدبير السياسي تنعكس اللغة ديال الخطاب اللي كاينة في البرلمان أو القوانين اللي كيصدرها البرلمان، فمثلا اللي تيقرا القوانين اللي صدرات 61 17 62 17 و 63 17 و 64 17 المتعلقه بالارض قوانين ماشي مجحفه اكثر من مجحفه في الحق ديال المغرب. كاين هناك تفويت ديال الاراضي بشكل كبير جدا لواحد الفئه قليله. فاش كنجي مثلا الماء وكنلقى دولة بحال المغرب خلص صوبه قانون ديال لي زوتورو دولو ولا بريفاتيزاسيون ديال السود. انه ولا من حق دابا الشركات انها دير سد يكون ديال الشركه من جات الضوء تبيعو ما نجاتش كان غير ما انها تبيعو الفلاحه بالثمن اللي بغاتي. اذا الانتاج ديال هذا النوع من القوانين تيبين لك التوجه العام اللي غادا فيه الدوله ككل من الاجازه على المكتسبات مع العلم على ان الاجازه على المكتسبات ماشي فقط من 2011 مع العداله الدنيه ربما تاريخ الاجازه على المكتسبات بدا مع نهايه حكومه عبد الله ابراهيم. لان كاع المكتسبات الاجتماعيه ديال الشعب المغربي حققت في الفتره ديال الحكومه ديال عبد الله لا سي ان اس اس لا كنوبس صندوق المقاصه كل هذا الشيء تحقق ديك الساعه ومن ديك الساعه ممكن تراجع بل اكثر من ذلك. مثلا باش كنهضروا على التوزيع العادل للثروه بما في ذلك ضريبه على الارث يقول لك لا ما يمكنش بحال الحكومه ديال عبد الله ابراهيم كانت هناك ضريبه على الارث طبقت 6 شهور وكان الضغط ديال الفقهاء مع القصر وتم الحذف ديالها. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.